بون، السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم اخوكم نصر الدين. اليوم ان شاء الله كذلك فيديو جديد، راكم تشوفوا راني كل يوم الفيديوهات، نعمل الفيديوهات ان شاء الله ونجيب لكم جديد. بون، هذا الفيديو بغيت نديرو خفيف ظريف كما حنا نقولوا. حبيت نهضر فيه على الناس اللي جايين جدد للماريكان واقل من 26 سنة. اقل من 26 سنة، هذو الناس عندهم واحد الاختلاف شوية على الناس اللي جايين فوق 26 سنة. يعني انا نهضر على الايميغرانت، مش نهضر على اللي جاي فيزا. اللي جاي فيزا، اللي جاي فيزا عادي جدا. انا نهضر على اللي جايين ايميغرانت، يعني اللي جايين بالجرين كارد ولا جايين فيزا مارياج ولا سمعتوني. هذو وجب عليهم انهم يسجلوا في السلكتيف سيرفيس. وشنو هو السلكتيف سيرفيس؟ السلكتيف سيرفيس هو الخدمة العسكرية الأمريكية، الخدمة الوطنية العسكرية كما احنا نقولوا الارمي. لازم يسجل في الارمي. كاين يقول لي يسجل في الارمي، كيفاش يسجل في الارمي؟ فوت العامين؟ لا، هنا في أمريكا ما الارمي ماهوش إجباري، لكن التسجيل فيه إجباري، بالصفة عليك تسجل. يعني غير توصل لهنا 26 سنة لازم تسجل، أقل من 26 سنة سوري. إذا وصلت 26 سنة ونهار ما تسجل، 26 سنة قفلتها اليوم، يعني غير دخلت الماريكان قفلت 26 ما تسجلش. صافي دير لازم أقل من 26 سنة بنهار بيومين ثلاث أيام ربع أيام. المهم هادو لازم يسجلوا في الخدمة العسكرية سيلكتيف سيرفيس. يعني تقدروا ديروا هذه في جوجل ولا عبسة ولا في الجرين كارد. انا اللي يعطيكم جرين كارد يعطيكم بعد الجايد، هذاك الجايد مكتوب فيه كيفاش تسجل في السيلكتيف سيرفيس. سمحوا لي سخان، راه تسمش راه تضرب لي في عيني ديريكت، سي بور سا مانيش الاخر. ف كي توصلوا هنايا اقل من 26 سنه سجلوا في السيلكتيف سيرفيس. علاش نسجلوا؟ لو كان ما تسجلوش واش يصرى لنا؟ لو كان ما تسجلوش لنا رايحين توقعوا في مشاكل. المشاكل اولا يقال في القانون انه تغرمون بغرامه ماليه الله اعلم قدرها 100,000 ولا 200,000 ولا المهم غرامه ماليه. دعنا من الغرامه الماليه وكل شيء خطينا. كذلك تمنعون من الجنسيه، الجنسيه الامريكيه بعد 5 سنوات ما تقدرش تابلي عليها لما تكتب سجل في العسكر. فهمتوني؟ ممنوع، لانه انت مواطن غير يعني مثلهم. كذلك مطلوبه في عده ادارات، في بزاف صوالح يطلب منك، يقول لك اسكو مسجل في العسكر، باسكو كيشوف باللي انت داخل الماريكان قل من 26 سنه تخرج له تقول له هذا السيد سقسيه لا مسجل في السيلكتيف سيرفيس ولا مش مسجل. صافي تمنع عليكم عده حقوق كبيره بزاف بزاف. فلذلك كي توصل الحاجه الاولى بعد ما دير السوشيال سيكيورتي تاعك، لانه السيلكتيف سيرفيس لازم تدخل السوشيال، لازم تكتب السوشيال سيكيورتي تاعك الرقم تاعك فكي تجي تماركي في السيلكتيف سيرفيس. فلازم تلاحظ. واذا دخلت الماريكان مثلا نقولوا باقي لك يومين ولا 3 ايام وتلاحظ تلحق 26، هيا فتقدر ترسلهم تبعث لهم هذيك الورقه تاع سيلكتيف سيرفيس امبريمي. اكتب سيلكتيف سيرفيس ابلاي، اكتب ابلاينغ سيلكتيف سيرفيس، هاو تو ابلاي فور سيلكتيف سيرفيس، اكتبها في جوجل ويخرج لك السيت وكل شيء. هذه زعما لما كنت تعرف السيت. المهم هذا هو الاخر وتسجلوا فيها وعادي. واذا قلت لكم لحقتوا مثلا قل من 26 ولحقت عليكم 26 ومازال ما خدمتوش السوشيال وكاع، تقدروا ترسلوا هذه الورقه، ترسلوها مع السوشيال سيكيورتي تقول لهم باللي احنا الحق دخلنا الامريكان 26 بصح دروك احنا كي جينا نسجلوا باسكو ما كانش عندنا السوشيال على هذيك ما قدرناش نسجلوا في سيلكتيف سيرفيس، الا تقدروا تسجلونا ولا لا. لان انا عندك يقدروا هما يسجلوك اوتوماتيكيا اوتوماتيكيا بالاخرين. شغل تبدا ليت، شغل تدخل الامريكان بصح ليت باش تسجل. هذا هو شنو الناحيه الاخرى، هذا هو كاع الصف ديال الفيديو تاع اليوم، هاو تو ابلاي في سيلكتيف سيرفيس. ما تنساوش خاوتي نقطه مهمه جدا، اللي كبير وكبير على 26 يخبر الناس اللي ماهمش، اللي صغار اقل من 26 باسكو صغار ما يقدرش يعرف اذا ما لحقاتوش المعلومه. لذلك خاوتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، وثانك يو سو ماتش ومع السلامه.